فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. زكريا من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأنبع سبحانه وتعالى امتحن على النبي لأنه لم يرزق ولدا إلى أن كبر فلم يكن له ولد وكانت زوجته عاقرا. العاقر يعني لا كلب، لأنه كما تعلمون أن العقم قد يكون من الرجل وقد يكون العقم من المرأة وقد يكون العقم من كليهما، يعني لا رجل يلد منيه غير قابل للإخصاب، وكذلك مني المرأة أيضا غير قابل للإخصاء، لأن المرأة أيضا مني، وإذا احتلمت المرأة وخرج منها المني مثل مني الرجل، وهذا ما لا يعرفه كثير من النساء والفتيات، ويجب أن يعرفوا أنه كما يخرج من الرجل المني ويوجب الجنابة ويجب على الشاب والرجل الغسل، كذلك أحيانا يخرج من الفتاة والمرأة المني وهي من الزوج، وإذا خرج منها المني وجب عليها غسل الجنابة كما يجب على الرجل غسل الجنابة. في المني سواء في مني الرجل أو في مني المرأة حيوانات أو حويماً تصغير، وهذا الحويماً يلقح البويضة في المرأة ويصبح بينهما الولد. والأطباء يقولون إن في كل إفراز للرجل من المني الله سبحانه وتعالى خلق في كل مرة إفراز لثلاث مليون حويمة، يعني الآن نفوس البشر مش كثر، نفوس البشر الآن 4,000,000,000، وفي كل دفقة من المني، يعني شاب احتلم ودفق مقدارا من المني مثلا أو دفقه بالزواج لا فرق، هذه الدفقة الواحدة قابلة لأن تكون مبدأ 3,000,000,000، 3,000,000,000 و3,000,000,000. الآن البشر 4,000,000,000 فرد، من الممكن أن يصبح الدفقة الواحدة 3,000,000,000. هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى. أحد هذه 3,000,000,000 يصبح جنينا، يعني نحن الجالسين هنا والنساء الجالسات هنا في الحسينية كل واحد منهن ومنا حويمنة. الحويمنة الصغيرة التي إذا جمعت منها 3,000,000,000 كان بمقدار دفقة واحدة من المني. جزء من الناس في حويمنهم مكر ميت، ما يأكل، لكن حياته مكر. هذا الإنسان لا يصبح له ولد أبدا، وهذا يسمى بالعقيم. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يعطيهم زوج ذكرانا وإناثا. والقسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما. قسم من الناس الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيه ولدا يصبح عقيم. لقسم من الناس الله يعطيهم فقط ذكور ما عدا أي بنت. قسم من الناس الله يعطيهم فقط بنات ما عنده أي ولد. قسم من الناس الله يعطيهم ولدا وبنتا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذا الأقسام. والقسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما. أما أولاد الأنابيب التي للاختبار ولعلم الأصدقاء من بنين وبنات نقول أولاد الاختبار الذين سمعتم في أنابيب الاختبار هؤلاء الأولاد يجب أن نعرف أنهم على قسمين. أولاد الاختبار يعني شنو أنابيب الاختبار؟ يعني يأخذون مني الرجل ويأخذون مني المرأة ويجعلونهما في أنبوبة اختبار وفي هذه الأنبوبة للاختبار يترعرح ويكبر المنيان ويصبح جنينا. هل هذا عمل حلال؟ الجواب إنه على قسمين. قسم حلال وهو ما إذا أخذ مني الرجل الزوج وأخذ مني المرأة الزوجة. الزوجان أخذ منيهما وجعل في أنبوبة الاختبار يصبح هذا الولد ولدا حلالا شرعيا. الزوجين لأنه لا فرق بين أن ينمو الولد في الرحم أو أن ينمو الولد في أنبوبة الاختبار. هذا القسم الجائز. أما القسم غير الجائز هو أن يؤخذ مني رجل غير زوج ومني امرأة غير زوجة، يعني مو بينهما تزوج وإنما أجنبي وأجنبية، ويجعلان في أنبوبة الاختبار حتى يصبح هذا ولدا. هذا العمل حرام لأنه لا يجوز التلقيح الصناعي من غير الزوجين، إنما جائز من الزوجين ومن غير الزوجين حرام. وإذا ظهر ولد بسبب أنبوب الاختبار من غير الزوجين هذا الولد يصبح ولدا غير شرعي، فلا يرث من الأب ولا يرث من الأم ولا يرثه الأب ولا ترثه الأم وليس بينهما قرابة أبدا. هذه مسألة. ثم نأتي إلى مسألة ثانية وهي التي ذكرناها سابقا موجزا وفي هذه الليلة نفصلها بشيء من التفصيل حسب ما وعدناه، وهو موضوع الزواج. موضوع الزواج آباؤنا وأمهاتنا وكلكم تعلمون هذا الشيء كان عندهم زواجا مبكرا، يعني أن البنت عمرها 13 سنة 14 سنة يزوجوها، والولد عمره 15 سنة 16 سنة يتزوج. هذا يسمى بالزواج المبكر، والإسلام حرم على هذا الشيء. ثم جاء العلم وكشف عن حقيقة تحريم الإسلام، لأن الإسلام يصر على الزواج المبكر بمجرد أن الفتاة بلغت بلوغا شرعيا ورشدت، يعني صار عمرها 13 سنة 14 سنة يستحب أكيدا زواجها. وكذلك الولد إذا صار عمره 15 16 سنة يستحب أكيدا زواجه، فلما قاله الإسلام وطبقه الإسلام بنفسه. ثم جاء العلم يكشف عن حقيقة ما حرم عليه الإسلام وبينه الإسلام. العلم قال إن الزواج المبكر له فائدتان. الفائدة الأولى أن الولد بينهما يصبح قويا،
من الطبيعي الولد الذي بعد 30 سنة أو 35 سنة هو الأب والأم تحللت فالولد يصبح ضعيفا. وأنتم إذا تجربون بالمجتمع ترون إذا واحد متزوج وعمره 20 سنة وحصل له أولاد بعد 30 شهور أولاد 20 أقوى من أولاد 30، وهذا قضايا قياساتهم معها، لأن الولد الذي للشرف أقوى من الولد الذي للشيخ، الشيخ قواه متحللة ولهذا إنتاجه أيضا يصبح ضعيفا، بينما أن الشاب قواه قوية ولهذا إنتاجه يصبح قوية. هذه ناحية كشف عنها العلم، وثم أكو ناحية ثانية كشف عنها العلم، المني في جسد الرجل وفي جسد المرأة حكم حكم البول. البول إذا جاء ولم يخرجه الإنسان فتدمر جسمه، هذا لا شك فيه. المني نفس الشيء، المني فائض في داخل جسم الإنسان، هذا الإنسان الشاب أو الشابة إذا لم يخرجه يبتلى بأمراض الكبد، العقدة النفسية، الهموم، الأمراض في الجهاز التناسلي، الأمراض في مكانات أخرى إذا لم يخرجه. وإذا أخرجه وصرفه في طريق الحرام فهذا أيضا خطر وأمراض، وكما ذكرنا ذات الليلة الأمراض الزهرية وما أشبه والسفلس ونحوها، هذه كلها أمراض تتولد من صرف الطاقة في سبيل الحرام، إما أن لا يصرف طاقته كبد أمراض، إما أن يصرف طاقته في سبيل الحرام أيضا أمراض وأعراض. ولذا الإسلام حرم تحريما أكيدا على الزواج المبكر، فالتحريم هائل من الإسلام. أبو حديث عن الإمام الصادق يقول ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها عزب، يعني أنت إذا عزب 70 ركعة تصلي وصديقك متزوج يصلي ركعتين، الركعتين لهذا أفضل عند الله من 70 ركعة تصليها أنت وأنت غير متزوج. وأبو حديث عن الإمام الباقر، الإمام الباقر يقول الإنسان الذي ينام مع زوجته وأهله بالليل أو المرأة التي تنام مع زوجها في الليل هذا أفضل عند الله من الرجل الذي يصلي طول الليل ويصوم النهار من الصباح إلى المغرب، يعني اثنان أحدهما متزوج وهذا يذهب بعد عمله بعد دراسته وينام مع زوجته النوم. هذا الثواب مش كثر، لنفر الثواب 1000 درجة. وذاك الإنسان الثاني صديقه غير المتزوج هو بالليل من أول الليل يصلي إلى الصباح، ثم بالنهار يصوم إلى الليل. الإمام الصادق يقول هذا الذي نام مع زوجته والمرأة التي مع زوجها أفضل عند الله من قيام الليل ومن صيام النهار، وكذلك الفتاة المتزوجة والفتاة غير المتزوجة. نأتي إلى أنه الآن الشباب والشابات يردون علينا ويقولون مشكلة عندنا سيدنا، المشكلة ما هي؟ المشكلة أولا الدراسة، هذه مشكلة، الثانية المسكن، هذه مشكلة، الثالث النفقة، وهذه مشكلة، ماذا نصنع بهذه المشاكل؟ الجواب بسيط جدا. اسمعوا يا شباب، وأنتم كثير منكم دارسون، الدراسة لا تمنع الزواج، لا في الفتاة ولا في الفتاة. الدراسة بالسنة 5 شهر، فقط 6 أشهر، لأنه 6 شهور عطلة صيفية.
50 يوم جمعة، 25 يوم أنصاب الخميس، هذا 75 يوم، 15 يوم أطلق نصف السنة، هذا شكم صار؟ هذا صار 80 يوم، 10 أيام الأعياد الوطنية والدينية وما أشبه، صار 90 يوم، 90 يوم، ثلاث أشهر، صار شكم؟ 6 أشهر، فالدراسة فقط 6 أشهر، هذا هو. فست شهور إذا وزعنا هذه الدراسة بعضها مع بعض، يعني السنة والدراسة لا تمنع من الزواج لا بالفترة ولا بالفترة. والشاهد أننا نرى كثيرا من شبابنا هؤلاء المتزوجين ويدرسون، وكثيرا من فتياتنا متزوجات ودارسات في نفس الوقت. فما هو معنى من الدراسة ومن الزواج؟ هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية السكنة، الجواب. آباؤنا اسألوهم كيف كانوا يتزوجون؟ يتزوجون وهذان الزوجان الجديدان يقتنعان بغرفة في بيت الأب أو في بيت آبائه، وناخذ شيء. لماذا نحن نحتاج إلى شقة وغرف وصالة طعام وغرفة استقبال وقريولة وقنفة وألف شيء، ونحرم أنفسنا من هذا الشيء الطبيعي الشرعي؟ لا عندي في كربلاء. أنا أذكر كان الشاب يتزوج ويسكنان في غرفة واحدة، وبعد ذلك الله يوسع عليهما ثم يستأجران دارا أو يشتريان دارا أو يبنيان دارا. إذا اقتنعنا نحن اقتناعا، القناعة. أبو بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القناعة كنز لا تنفد. قناعة ولازم إما دار كاملة وسيارة وتلفزيون ملون وثلاجة وبرادة ومع كراسي وقنفات وقريوغة وكل شيء، وإما لا لا متوسط. إنسان ممكن يا الله متفضل عليه يركب سيارة كاملة له، والله ما متفضل عليه يركب سيارة وغيره ويركب سيارة باص. فأيضا السكنة ليست مشكلة، وإنما هي مشكلة في الوهم وفي الخيال، مو مشكلة خارجية. نأتي إلى المشكلة الثالثة، يقولون مشكلة النفقة، من أين لنا النفقة؟ الجواب هذا غير ليست مشكلة. أما كثير من الشباب موظفين، وكثير من الفتيات موظفات، وهم متزوجين ولا متزوجات، ولماذا؟ أيهم وظيفة؟ يوم 40 دينار، 200 دينار، 240 دينار، يوم 80 دينار، ألا يكفي هذا للزواج؟ هذا أولا. الشيء الثاني يا شباب، إنسان لازم يكون عاملا يشتغل. أنا رأيت في كربلاء كثير من الطلاب الذين يداومون في الثانوية وحتى في الجامعة، نصف اليوم يدرس ونصف اليوم يعمل عمل. شو أول مرة كان جايب الصديق من هناك يقول: أغلب الطلاب الذين يتوافدون على أمريكا لدراسة الجامعات، يقول هؤلاء نفقتهم على أنفسهم. يعني في أمريكا يدرس في جامعة الهندسة، في كلية الهندسة أو في كلية الطب أو في كلية المالي كذا، نصف اليوم يدرس ونصف اليوم يشتغل وينفق على نفسه. مثل صحيح أن كثيرا من الأصدقاء الكويتيين إما على نفقة الحكومة يذهبون، وإما على نفقة أبائهم يذهبون. لكن الآن إذا أبو طلاب يدرسون في أمريكا ينبئونكم بهذه الحقيقة، الطلاب الذين يأتون من مصر أو من إيران أو من العراق أو من باكستان أو من غير بلاد كأندلسيا وغيرها، يقولون نصف اليوم يشتغلون ونصف نصف اليوم يدرسون الدراسة العالية، دراسة الجامعة، وأنتم تعلمون صعوبة دراسة الجامعة. فهم ينفقون على أنفسهم بعملهم وكسبهم. فهذه ليست مشكلة، مشكلة النفقة. إذا أنت موظف تزوج وليكن نفقتك من وظيفتك، وإذا أنت مو موظف فترس
واشتغل ودار عائلتك. هذا خير قطعا من الكبر وخير قطعا من الخسار. فهذه ليست مشكلة. بزاقة الحياة الحقيقة من أهم الأمور يا شباب ويا شابات لنعرف بزاقة الحياة. بزاقة الأكل، بزاقة اللباس، بزاقة المسكن، بزاقة المندس، بزاقة السفر، بزاقة الحرر، بزاقة بزاقة الإنسان البسيط مرتاح. أقول لكم قصة جميلة من القصص الإسلامية والتي تسوى 1,000,000,000 إلا تقدر هذه القصة قدرها. اسمعوا يا شباب ويا شابات والذين ندعوهم إلى البساطة للحياة وللعيش. بساطة بساطة. الرسول الأعظم إذا سافر آخر من يودعه بنته فاطمة عليه الصلاة والسلام إذا سافر، وإذا رجع من السفر أول ما يدخل في بيت بنته فاطمة. يسافر إلى الحرب، إلى الحج، إلى سفر آخر، يأتي أخير شيء يودع فاطمة ثم يذهب إلى الحرب أو الحج أو أي مكان آخر. وإذا رجع أول ما يدخل من رجوع قبل أن يروح إلى بيت أزواجه يأتي إلى بيت فاطمة يسأل أحوالها عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى أشغاله. ذات مرة الرسول رجع من سفر وجاء وأراد أن يدخل بيت فاطمة ثم صرف ما دخل وراح للمسجد يستقبل الناس. لأن طبيعة الحال الرسول رئيس حكومة، عالم، رسول، قاضي، بيده المال، بيده الجيش، مهامه كثيرة كثيرة. راح يستقبل الناس فاطمة تأذنت. لماذا؟ يعني يتبين اكو اعراض في القضية. وذلك انا اقول لكم ان القصة روتينية، يعني يريدون ابقام الناس. اكو بالفارسي يقولون جنك زرجري، يعني قضية روتينية يريدون ابقام الناس حتى نقول ويسمع الفتيات والامهات والشباب والاباء حتى يسمعون القصة، وانما هي قصة جعلوها في هذا القالب. يعني الرسول وفاطمة جعلوها في هذا القالب. فاطمة أذنت، لماذا الرسول ما جاء؟ وتعجبت ثم فكرت شنو صار منها. أخيرا وصل تفكيرها إلى أن الرسول إنما لم يأتي إلى دارها لأن فاطمة بعدما خرج الرسول إلى السفر أهدي إليها شيئان: ذكر مربار الدار، سكر من خام يعني مو كما شفافية، صرف عادي، والمعارض من فضة. المعارض فاطمة جعلتها في يدي الحسن والحسين لأنهم أطفال صغار، والسكر علقته على باب بيتها. الرسول لما جاء ونظر أبو السكر على باب الدار وفي يد الحسن والحسين المعارض ما دخل الدار، راح الى المسجد. الفاطمه شعرت بذلك فقلعت الستر ولفت المعارض في هذا الستر واعطتهما بيد الحسن الطفل الصغير ذلك اليوم لعل عمره سنه ونص سنه بعد، وقالت: اذهب الى جدك وقل له إن فاطمة تسلم عليك وتقول لك يا رسول الله إن هذا لك، اضرب به ما شئت. الحسن جاء والرجال قاعدين في المسجد حول الرسول، وتقدم وقال: يا جداه إن أمي تسلم عليك وتقول لك إن هذا لك يا رسول الله، اصرفه حيث تشاء. الرسول اخذهما من ولده الصغير الحسن وقال: فعلت فداها ابوها. ومره ثانيه: فعلت فداها ابوها. ومره ثالثه: فعلت فداها ابوها. ثم قد سعى
المجتمع بين فقراء المسلمين. هل جعل الستر على باب الدار حرام؟ هل مكروه؟ لا، لا حرام لا مكروه. هل جعل معارض السر في يد ولدين صغيرين حرام؟ لا. هل مكروه؟ لا. لكن الرسول أراد أن يبين ويؤدب أمته إلى مليون سنة. إيشو بسطاء؟ إذا تقدرون لا بأس، إذا لا تقدرون إيشو بسطاء؟ إن الله لا يحب المتكلفين في الآية الكريمة، وما من المتكلفين، الله لا يحب المتكلف. أنت ما عندك لماذا تتكلف؟ حتى في الحديث إنك إذا دعوت إنسانا فأت ما تيسر لك. الشيء مؤثر في البيت أجيبه أمام الغيب، أما الشيء الذي مو ميسر لي لماذا أكلف نفسي بمقدار ما أتمكن أعمل؟ الرسول أراد أن يبين يا بناتي المسلمات في المستقبل ويا أولادي المسلمين في المستقبل، شوفوا بنتي وأنا ما رضيت منها إلا بالبساطة. البساطة في الحياة، البساطة في الزواج. الآن يصير زواج فرد أب حفظه الله تعالى وإياكم جميعا، يقول لسيدنا الزواج يكسر الإنسان. أنا 6 أشهر تقريبا، يقول أنا مخلي أمهات العشرة فرد حتنا في جيبي، وأطل هذا 10 وأطل هذا 10 وأطل هذا 10 وأطل هذا 10 وطارت. أنا في النظام قلت إن شاء الله مباركين، أقول يا سباع العمل وخلصان، لكن قلت في نفسي عني تدري انت ايش كثر الزواج حطمتها بهذا العمل؟ لان الصديق والجار والصديقه والقريبه هم يريدون هذا الشيء، فاذا ما تمكنوا تركوا الزواج. لا، هذا مو صحيح. الرسول اراد ان يبين، وقلنا بهذا العمل الروتيني بينه وبين فاطمه، اراد ان يبين للنساء المسلمات وللرجال المسلمين البساطة في الحياة. اقتنعوا الغرفة، الزواج في شقة ولا في دار، ولا لازم شهر العسل وإلى لندن وإلى القاهرة وإلى باريس، وحتى لا إلى خراسان ولا إلى العمرة ولا إلى النجف، لا لازم البساطة في الزواج. صدقوا يا شباب ويا فتيات، إذا كان عندنا بساطة في الزواج، هل كان نصف فتياننا وفتياتنا بلا زواج؟ الآن لا تجد بيتاً إلا فيه بنات وإلا فيه فتيان. كما أنه يجب أن نقول لعلم بعض الشباب والشابات أن الحب بين البنت وبين الولد غير المتزوجين حرام، لا يجوز شرعاً، لأن الحب تعلمون يجر إلى فوق ذلك وفوق ذلك وفوق ذلك. نقول الحب البريء، أو يقول إني أريد أن أخذها في المستقبل، مو جائز إذا خطبتها، بس مو خطبة فقط، وعقدا، لأن قبل العقد هذه الفتاة وألف فتاة في البلد على حد سواء، ولو أردت اشتراءها، ولو أرادت اشتراءك، إذا عقدت أنكحت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم صيغة العقد المعروف. وقال موكله قبلت لموكلي، هكذا صرح على الخلص. أما قبل ذلك بنت عمي أو عمتي أو بنت خالي أو خالتي، وحب بريء، تليفون فقط، ضحك وقعدة وغشمة، كله حرام. وفي الحديث عن رسول الله أن من فاتها امرأة لا تحل له حبس على شفير جهنم، حيث حرها ونارها ولفقها. حتى إذا أردت أن تتزوجها وأرادت أن تتزوج بك مجازا. الضروري من حقيقة على الآباء، على الأمهات، على نفس الفتيان وعلى الفتيات الاهتمام بالزواج. الرسول كان يهتم بالزواج، حتى أحد في أطراف الرسول ما كان بلا زوجة ولا فتاة بلا زوج. امرأة فتاة عمرها 15-16 ما أدري بالعيب عمر اشتطر، لأن المؤرخين ما ذكروا أنها هي فتاة.
فهذا العجمية عجمية يعني إيرانية بالأصل التحقت بالرسول. بس ما أدري من أين التحقت هذه الفتاة بالرسول، هل من اليمن؟ لأن في اليمن كان بعض النساء الإيرانيات ذاك اليوم، لأن اليمن كانت مستعمرة إيرانية في ذلك اليوم، كان تقسيم تقسيمات إدارية وسياسية في العالم وجغرافية. من جملة أن اليمن كانت ملحقة للفرس وبعاصمة الفرس في بغداد بعاصمة كسرى. ففتاة أعجمية الوارخون ذكروا، ولا أعلم قلت أنه من أين جاءت وأسلمت. جاءت إلى النبي في المدينة وأسلمت وعمرها صغير وقليل، ولعل عمرها 15 سنة 16 سنة 14 سنة ما أعرف. الرسول جالسين وإذا ذكرت هذه الفتاة تريد مسألة سؤال عن الرسول، لأن الرسول في الحقيقة كان رجلا شعبيا، شعب مع الشعب، يقعد يتكلم يضحك يمشي يروح يجاوب مسائل. الحقيقة احنا ما رأينا في رؤساء الحكومات مثل الرسول، ويجب أن تكون رؤساء الحكومات الإسلامية مثل الرسول، لأن الرسول أسوة. الرسول كان هكذا وعلي كان هكذا كما ذكرنا ذات مرة. الرسول كان جالسا يتكلم مع الناس مع جماعة من الرجال حوله، وإذا بركة تدخل دخول طبيعي هذا مسألة ما أدري هو عنده حاجة أكبر. هذه الفتاة الأعجمية التاريخ الأعجمية يعني إيرانية فارسية تدخل وجلس. الرسول نظر إلى هؤلاء الذين حوله فتاتهم محجبة عادية، كما نؤكد على حجاب الفتيات أيضا مرة ثانية وثالثة، كانت محجبة جزاجة. الرسول توجه إلى هؤلاء الجالسين حوله، شاف فيهم فرد واحد ولده متزوج واسمه زيد، هذا ولده أيضا غير متزوج. الرسول لما نظر إليهم وإليها قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج بركة. قاله الرسول هذا الحديث، ثم تعليق منها، هذا مو في الحديث، ثم التعليق مني أنه مختل قاعدة. الرسول نظر إلى زيد، يعني زيد أنت مو متزوج وهي هم مو متزوج، هذول متزوجين وحبهم زوجة والحمد لله رب العالمين. هاي تعليق مني أن الرسول نظر إلى زيد مو في الحديث، لكن على القاعدة أقول زيد قال يا رسول الله في الحديث، رجعنا إلى الحديث، زيد قال يا رسول الله إني ولد غير متزوج وأحب الزواج. الرسول توجه إلى بركة هذه الفتاة الأعجمية وقال لها: يا فتاة هل ترضين بزيد زوجا؟ قالت نعم. ويا زيد هل ترضي ببركة زوجة؟ قال نعم. فزوجهما رسول الله على صفة ما يطلقها بصفة، وهذه هي المرأة التي سميت فيما بعد بأم أيمن. إذا كان عنه أيمن هي أي بركة أم أيمن، وأم أيمن التي كانت حتى حاضرة مع في قصة زواج فاطمة، وكانت حاضرة في قصة دفن فاطمة، هي أم أيمن، هي فتاة بركة. الرسول ما استعد أن يكون حوله من المسلمين ولد غير متزوج، وما استعد أن يكون حوله من المسلمات فتاة غير متزوج. الرسول دينه دين الحركة، دين العمل، دين البساطة، وأنه دين الجمود، وأنه لا حتى أكون نفسي. أقول لبعض الشباب: لماذا لا تتزوجون؟ يقول: حتى أكون نفسي. أنت تكون؟ الله في القرآن الحكيم يقول: يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، يعني حتى الزوج فقير وحتى الزوجة فقيرة الله يغنيهما. وعلم النفس جاء وقال بصدق هذه الآية، اسمعوا يا شباب ويا فتيات، وإني أؤكد لكم أن تقرأوا علم النفس مرة بعد أخرى. علم النفس قال: لأني أنا كولد غير متزوج ما أهتم بالحياة، شنو صار أكلت، شنو صار اشربت، شنو صار البسد، شنو صار اسكنت، شنو صار سافرت، ما أهتم. والفتاة بلا زوج لا تهتم بالحياة، لكن إذا تزوج الولد الفتاة يعرف أن وراءه مسؤولية، يركض يتعب نفسه يعمل، حالة نفسية توجد عنده، حالة دينماتية، وتوجد عنده اندفاع نفسي،
وكذلك الفتاة. الآن أقول للفتيات وأقول للشباب، الآن لاحظوا الفتاة المتزوجة وقت الذي تأتي للمجلس تشوفونها أحسن لابس فوق نفنوف. لماذا؟ لأن تدري أن وراءها مسؤولية الزوج، بينما تلك الفتاة غير المتزوجة ما وراءها مسؤولية عادية تمشي، هاي وراءها مسؤولية زوج، فتدير نفسها أكثر. ولو أني مخالف للنفنوفات الغالية، ها أقول لأهل الفتيات أني مخالف للموضة والنفنوفات العالية، يعني عادية القيمة 50 دينار و 100 دينار وتسريحات المعادن الكذائية حلاقة السيدات. ولعلكم أن الذهاب إلى حلاقة السيدات إذا كان الحلاق رجلا ليس بجائز، حرام. وكذلك الولد، راجعوا شوفوا الولدين اللذين أحدهما وراءه مسؤولية زوجة والذي وراءه مو مسؤولية زوجة، شوفوا هذا المسؤول أكثر يرضى، يعني يدي وراءه مسؤولية. ولذا الآية الكريمة لما تقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يعني مو غنى غيبيا، لا، غنى بسبب ما يوجد في الإنسان من حالة نفسية اندفاعية، وتلك الحالة النفسية الاندفاعية تسبب تقدم الإنسان عقليا فكريا. كلكم سامعين، ليس رجل عظيم في العالم إلا وراءه امرأة عظيمة، سامعين ولا؟ يعني تلك المرأة العظيمة هي التي تتبعها. وحقيقة لما نراجع التاريخ صحيح، عيسى النبي وراءه من؟ مريم أمها الصديقة. موسى النبي وراءه من؟ أخته كلثم. كلثم أيضا من النساء المهمات في التاريخ، كلثم أخت موسى النبي. رسول الإسلام وراءه من؟ خديجة. علي بن أبي طالب وراءه من؟ فاطمة الزهراء. الحسين وراءه من؟ زينب. المرأة قيمتها كقيمة الرجل عند الله، لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة أقل من الرجل، وإنما خلق المرأة لشؤون وخلق الرجل لشؤون، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. المرأة العظيمة كالرجل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما لمصالح الله سبحانه وتعالى جعل إدارة البيت بيد الرجل، وله موضوع آخر ونتكلم حول هذا الشيء. لماذا جعل الله هكذا؟ وواضح، لأن الرجل عقلاني أكثر والمرأة عاطفية أكثر. الله قسم أيضا العقلانية الأكثر أعطاها للرجل والعاطفية الأكثر أعطاها للمرأة. فللرجل أعطاه العقلانية والعاطفية كليهما، وللمرأة أعطاها العقلانية والعاطفية كليهما، لا، وإنما العقلانية لهذا أكثر والعاطفية لهذه أكثر حتى يدير الحياة، لا أكثر ولا أقل من هذا. وقصة أخرى من قصص النبي وتحريضه الشباب والشابات على الزواج. ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر حرب، وقاعدة الرسول أنه كان إذا رجع من الحرب أنه يتأخر القافلة، يعني يكون في آخر القافلة حتى لا يبقى إنسان. قاعدة الرئيس هو هذا، الرئيس الذي يتقدم القوم والأكل الممتاز له، هذا مو رئيس. الرئيس هو الذي يساوي رعيته في الأكل، في الشرب، في اللباس، في المسكن، يكون منهم ومعهم، أربعة رؤساء دينيين. الرسول كان وراءهم وراء القافلة في الليل، وإذا به يرى إنسانا من الجيش متخلفا في الصحراء نصف الليل والرسول متأخر، رأى هذا متخلف، من هذا؟ ظلام ليل وقافلة رايحين والرسول وراءهم، لأن الرسول قال البطل، حقيقة البطل وبطل، ذكروا كتاب الأطفال لهذا الرجل الغربي حتى تعرفون بطولة الرسول،
لأنه هذا مو رسول فقط وإمام جماعة فقط، وإنما بطل من أبطال الحياة، بطل في علمه بطل، في شجاعته بطل، في إنفاقه بطل، في إدارته بطل، في خدمته للناس بطل، في إرشاده للناس بطل، بطل بطل مو مصارعا. حتى كان يسابق مسابقة خير، وفي مسابقته أيضا بطل، كان يتقدم على الناس. الرسول بطل، الرسول يريد أبطال شجعان. حتى أكبر الحديث عن رسول الله: إن الله يحب الرجل الشجاع ولو بقتل حية. الله يحب هذا الرجل الشجاع، الرجل الجبان الله ما يحبه. الرسول يقول الرسول يريد الحياة. ولذلك في آية الكريمة الله تعالى يقول: إذا دعاكم لما يحييكم حياة طيبة. الرسول قال: من هذا؟ فرد شباب كان عمره صغير، ما أدري إذا عمره كله 20 سنة 18 15، ما أدري. قال: يا رسول الله أنا جابر. صح؟ زين وش اسمه؟ قال: يا رسول الله إن هذا جبل لا يقوم. الجبل بالحقيقة بعير. هذا فرد حيوان جدا عجيب. إذا نام غير مدومة مثل مدومة. عنو فرد حيوان، عنو فرد حيوان. فكل ما أصنع بأن يقوم الرسول جاء جابر ينقل القصة. يقول الرسول: جاء وما أدري شنو سوى هذا البعير فرق مرة قبل. أنا صاحب البعير ما تمكنت أن أقومه، لكن الرسول شنو سوى؟ لأن الرسول يعرف مجال الحياة أيضا. يقول: دوره رسول الله. وقسم منكم ما شايفين بعير، لكن شايفين تصوير. وقسم منكم شايفين بعير، البعير طويل يعني تمام هنا وإنسان يستطيع يركب هنا. ولذا وقت اللي يريدون ركوب البعير ما قصر لما الطائرة هم يجيبون، وإنما يأتون به إلى مكان مرتفع، يروحون على ذلك المكان المرتفع حتى يركبون على البعير. ما هو النص الصحراء؟ يقول: قام البعير، الرسول أخذ يده هكذا يعني شبك أصابعه وفتح كفيه وقال لي: يا جابر ضع قدما على يدي وقدما على متني واركب البعير. قلت: يا رسول الله كيف أصنع هكذا؟ قال: مثل ما أقول لك. اسمع، يقول: لا بأس. فوضع رسول الله، شبك رسول الله أصابعه بعضها في بعض وفتح كفيه، فوضعت قدمي على كف رسول الله والقدم الثاني على متنه وركبت البعير. ويزيد يركب، كان الإنسان الواقف قريب من سلام البعير ومحل ركوبه. يقول: ركبت البعير. ثم يقول: إني كنت أفكر أن الرسول كيف يركب. يقول: وإذا بالرسول شفت أنه تعلق بعنق البعير وقفز قفزة وركب على البعير. وفي الحقيقة هذا من أصعب الأعمال. إذا كان في مجلس بدو كان يعرف ماذا أقول وأنه كيف الصعب، لأنه يقفز حتى يأخذ عنق البعير ثم يعلق حتى يركب عليه. يقول: ركب رسول الله البعير. هسه مو هذا مهم، هذا كل مقدمات القصة ومحل الشاهد مالنا. يقول: ثم في الطريق الرسول قال لي: يا جابر هل أنت متزوج؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ولما؟ قلت: لأمرين. الأول لأن أبي لما مات خلف علي دينا وإني ما عندي فلوس حتى أتزوج، والسبب الثاني لأن لي في البيت أخوات وإني أكره أن آتي إلى البيت ببنت زوجة لي وعندي أخوات غير مزوجات. أكره هذا الشيء. الرسول قال: لا بأس. إني لما جئت إلى المدينة يا جابر في فصل التمر، لأن أموال المدينة وماليات المدينة في إبان التمر، هم كانوا يقصون التمر وأكثر أموالهم التمر. قال: لما جئت إلى المدينة وصار فصل التمر
فتعال حتى أعطيك من التمر ما توفي به دين والدك. أنا توفي به دين والدك. قلت لا بأس يا رسول الله. ثم قال لي أن الله يبرر عنك وتتزوج وإني مستعد أن أزوجك. قلت لا بأس. ثم جئنا إلى المدينة وصار موعد التمر موعد القصاص يسمى. فذهبت إلى الرسول، والرسول في الحقيقة رجل عجيب. يا شباب ويا شابات اقرأوا تاريخ الرسول، في الحقيقة ما في التاريخ رجل أعظم من الرسول. وأنا ما أقول هذا الشيء لأني مسلم وتعصبا، لا، إني قارنت الرجال الذين يقولونهم عظماء بالرسول، شهد أي واحد منهم لا يصل إلى رتبة الرسول. حتى غير المسلم إذا يطالع أحوال الرسول وأحوال غير الرسول يرى عظمة هذا الرجل. إنسان يعاشر الناس كأنه أحدهم، صغيرهم، كبيرهم، رجلهم، امرأتهم، طفلهم، نساءهم، رجالهم، فتياتهم، فتيانهم. يقول ذهبت هناك ثم صار الموعد والرسول وفى بوعده وأعطاني التمر فسددت دين أبي. ثم أخرجت أختي، يا شباب إذا فرغ أبوكم الله يرحمه ميت ولكم أخوات في البيت، واجب عليكم تزويج هؤلاء الأخوات، واجب. لماذا لا؟ الفتاة على الأب ثم على الأخ، القاعدة كلية. وإذا مات زوجها على ابنها، الله تعالى هشكل جاعل يقول هذا شنو؟ شنو شنو؟ تعاونوا لازم، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتاجر من تجار إيران، من تجار رش، هاي القصة ما قبل 20 سنة تقريبا، حقيقة يسمعوا يا فتيات ويسمعوا يا شباب، تعاون، يجب أن نتعاون في الزواج، في كل شيء. وإني أنصح الفتيات اجمعوا صناديق خيرية لأجل زواج الفتيات، مساعدتهم، وكذلك الشباب. هيئات صناديق خيرية لأجل زواج البنات والأولاد. كان عندنا في كربلاء، إلى كربلاء الموجودين في المجلس كلهم يعلمون هذه الحقيقة. صنعنا صندوق، لماذا؟ صندوق تزويج العزاب. نحن كنا 10، ما أدري 10، 5، 6 كنا، أحدهم هذا حكيت يعني محمود اللي الآن في حسينية في الرسول الأعظم في الليالي يقوم ببعض الخدمات الإطعامية وما أشبه، أحدهم هذا كان. أنا كنت وهذا وبعض 4-5 أصدقاء آخرين صنعنا صندوق زواج. صندوق الزواج عبارة عن أن التبرعات كنا نجمعها، هذه 10 دنانير، هذه 50 دينار، هذه 100 دينار، هذه 10 دنانير، هذه 20 دينار، هذه شهريا يطلبوا 1.5 دينار. وقسم الذين هم يريدون أن يجعلوا الفلوس أمانة في هذا الصندوق، وأيهم يريدون سعادة يسحبوها. فكنا نحن نقرر الأولاد الذين يريدون الزواج 50 دينار، 20 دينار، 100 دينار، حسب ظروف كربلاء ذلك اليوم. صدقوا يا شباب، يوميا كنا نزوج فتاة وفتاة، يوميا يعني بمعدلها، فرد يوم نعطي 5، فرد يوم نعطي 3، فرد يوم بنعطي شيء، فإذا عدلناه يعني يصير يوميا زواج ببركة هذا الصندوق، وليس حمله لا علي لا عليهم أبدا، صندوق وإمضاء منا. وأحيانا إذا الشباب الله يحفظهم الذين كانوا يأخذون منا الفلوس، كانوا يأخذون الفلوس كنا نحسبه على التبرعات، لا لا ما عندي، لا لا نتبرع على الحسينية ونتبرع على المسجد ونتبرع على الكتاب، أيوة نتبرع على الزواج. الحديث أكو عن رسول الله، من مشى لأجل زواج عزب تمكن أو لم يتمكن كتب الله له بكل خطوة حورية في الجنة، كل خطوة تمكنت أو لم تتمكن. أحيانا تروح على خطبة يقولون لا ما نسي، يعني أنت بكل خطوتك الله يعطيك الثواب. حقيقة إذا صنعنا هذا الصنيع نتقدم، نتقدم. فبالتالي من تجار رشد قسمها قبل 20 سنة تقريبا،
فأكد على صناديق الزواج سووا لا توقفوا على آخرين، صلوا خمس شباب اجعلوا بينكم صندوق زواج، اجعلوا فيه التبرعات، اجمعوا التبرعات، أي شاب يريد يتزوج ما عنده مسكن، ما عنده فلوس، يريد اقتراض طلبوا 100 دينار 200 500 400 ثم قسطوه بشهر وقبضه. صدقوا إذا صنعنا هذه الصناديق وصار في الكويت أشهر من هذا الصناديق، بالشهر يطير 20 زواج، أنا أعطيكم كلام. لأن كثير من الشباب أو الشابات ما يتمكنون حقيقة، وحقهم وحقهن أيضا. وإذا صار صندوق وتشويق وحركة ورواح وأنت تلفونك وأنا كلمتي وهو كذا يصير أحد التجار في رشد، هذا تاجر كبير، تاجر قماش، 19 سنة مو هو أراد أن يزوج ولده، طلب الولد، قال لولده إني أريد زواجه، حتى ولد كبير 20 سنة ما أعرف 18 سنة شكرا، أريد زواجه. قال أنه زواجك تدري شو بتكلف علي؟ ظلمة. قال إحنا الحين عندنا مع وجه وتاجر وكبير وشخصية، أخذت يعني يكلف زواجك 10,000 دينار، أنا أعدل الثمن دينار أنا شخصياً، حتى نحكي عن الدينار هذا المنطقة المنطقة. قال يكلف 10,000 دينار، قال لي صحيح. قال تدري انه نعمل فريد شيء احسن من هذا الابقى، لكن اب عاقل يحتاج الى ولد العقل هالامور. قال تدري نسوي فريد شيء احسن من هذا الابقى؟ قال شنو؟ قال انه انت واحد انا اصرف لك 1000 دينار واخذ وياك 9 من الشباب غير القادرين على الزواج، نجعل لهؤلاء 9,000 دينار الآخر، 500 دينار أزوجهم كل واحد منهم، و500 دينار أفتح لهم دكان حتى نفقة وزواجة. هل يرضى هذا الشيء؟ قال يا نرى. قال الألف أنا أفضل كل علف ألف ألف، أما يقول 9 زملائك الذين أحب أفرحهم كل واحد 1000 دينار، 500 دينار لزواجهم، و500 دينار افتح لهم دكان لكسبهم ونفقتهم. قال لا بس. ارسل الى اباء 9 من الشباب الذين لا يتمكنون من الزواج او الى انفسهم اللي ميت ابوه. قال على فكرتي هذا، انت انك مستعد؟ قال مستعد. هو يخطبوا لك خطاب على نفقتي ومهري وفي المستقبل كسبي وكل الشؤون علي. روحت انتخب له 9 افراد ومع ولده 10 واستاجر لهم فندقا كبيرا للزواج وجعل الاطعام في الفندق وقام فندق او خان كبير او بيت كبير واسس الغرف للزوجين واحدهما ولده وطبخ طعاما كثيرا وقال لهؤلاء الاولاد ولابائهم اي واحد اللي تحبون اعزموا ما يخالف العزيمه هنا ويبقون هؤلاء في هذا البيت او الفندق في شهر العسل وبعد شهر العسل يستاجروا البيوت على نفقته فصنع هذا الرجل الخير حقيقه خير وحقيقة يجب أن نتعلم من هؤلاء الناس الخير تعلم مو لازم على 3,000 دينار أصرف على ولدي أو على بنتي وهناك 3 أو 4 من أقربائي وجيراني وسائر الشباب لا تتحسرون المواساة في القرآن الحكيم الله تعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة يؤثرون يعني شنو يعني عندك خبز تريد تاكله تبقي غيرك وانت تبقى جوعان هذا يسمى شنو؟ إيثار وعندنا مواساة يعني عندك خبز تنصفه نصفه تطيل الزار ونصفه تاكله هذا يسمى شنو؟ مواساة الإيثار هو الله يمدح المؤمنين في القرآن الحكيم يقول ويؤثرون على أنفسهم إيثار هذا فوق فوق كلش فوق بعدين ننزل من الإيثار يتجمع في المواساة
نوصف معناها أن لك 1000 دينار وتريد أن تزوج ابنك أو بنتك نصفه لمؤمن ونصفه لك، هذا يسمى بشنو؟ بمواساة، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحاديثكم هذا الشأن. قال التاجر في ليلة واحدة زوج ولده وزوج 9 آخرين، والمكان هذا البيت الكبير أو الفندق الكبير ولا أعلم، وإطعام عام كل إنسان أراد أن يأكل، وشهر هم ضيوف عنده، وبعد الشهر استأجر لهم محلات، وكل واحد فاسق ومتزوج. هذا ليس جميلاً حسناً بحيثه؟ إذا كان هذا التاجر يقول أنا عندي 10,000 دينار فأزوج ولدي 10 أكشخ أجيب أودي كذا، هل كنا نمنحه هنا؟ كل إنسان يتمكن أن يجعل كل المال لنفسه، من يفكر؟ أما أن تتمكن أن تسحق على نفسك وتحب للآخرين ما تحب لنفسك فأنت شخصية، هذا شخصي. من الصحيح أن تقولوا أنتم يا شباب ويا فتيات إحنا ما نتمكن على هذا الشيء، لكن تتمكنوا على المسافة، المسافة حتى لا تسبب منع الزواج، لأنه إذا كانت أختان وأخت تزوجت 10,000 دينار، الأخت الثانية بعد مو مستعدة أن تتزوج 2000، كل هاي الأختي تزوجت 10,000. فأنا أتزوج 1000 أو 2000، أو هاي جارتي أو صديقتي أو زميلتي تزوجت بهذا المبلغ الكبير، فأنا أتزوج بهذا المبلغ الصغير، فيكون منعا للسبيل المعروف. وإن شاء الله أرجو الشباب والفتيات في هالليالي الأخرى، لأن نحن في أخير شهر رمضان، وهناك في الحقيقة مطالب ضرورية يجب أن نقولها للشباب والشابات وللآباء والأمهات حفظهم الله جميعا في هالليالي الأخرى. حتى أكبر فضة في شهر رمضان إلى 6 ليالي 7 ليالي، فكل ليلة نأخذ جانبا من الجوانب الضرورية التنبيه عليها، فليحذروا. وبعد شهر رمضان كل ورأيه، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.